يا كابتن خالد نجم الهاندبول لا يختلف عن الكوره. فانا ببصها لك سعيد جدا يا كابتن. النهارده انا متواجد في وسط حدث كروي عظيم في وسط تشكيل النجمه العشره. النادي الاهلي نادي كبير، نادي القرن في افريقيا، نادي النهارده 10 نجوم. كنت سعيد ان انا احتفلت باول مره في حياتي 82. كنت موجود وكنت مشجع كابتن هاني. كوره عظيم جدا في النادي. والاتوبيس لما جه من المطار ووصلوا النادي الاهلي، كابتن خطيب شالني حطني جوه اوضه اللبس. فكنت اسعد واحد ساعتها لما كان النادي الاهلي لسه بيتوج باول لقب ليه، ان انا اكون موجود مع كبار النجوم، كابتن مصطفى عبده وكابتن الخطيب، كابتن اكرامي، كل الناس الكبار، كل كباتننا الكبار. اكيد النهارده يوم سعيد علينا جميعا، ويوم زي ما كابتن هاني قال احنا نادي السعاده اللي بيطرح سعاده على شعب مصر كله. احنا تاني نادي في العالم معانا 10 ألقاب، وان شاء الله قريبا جدا نكون اول نادي في العالم.